صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان مع دعاء حمصي فرح، إلان صغيب عيسى والمخرج جورج علي. العناوين: صباح الخير، انذار خاطئ لموجة التفاؤل وباب الحكومة مقفل، وانذار الموازنة سلبي بحسب الزمكحل. الموازنة اللي موعودين تكون تقاشفية منا موازنة رح تخلق وظائف أو تخلق نمو، لأنه بالنهاية هي موازنة ضرائبية بامتياز. المادة 95 إلى الدورة العادية في تشرين الأول المقبل، وعون يؤكد على الطائف. اتفاق الطائف يشكل مظلة لنا، ولا يمكن لأي ممارسة أو موقف أن يناقضنا روحيا. حنكش لصوت لبنان يعبر عن الخيبة من الحكومة. ما في ولا ضربة إصلاح، عشو عم بيتقشفوا علينا بس، أو عشو عم نتدين 11 مليار مثل عم بيعبي مي بالسلة. إيران تتوعد واشنطن بتحريك محور المقاومة من المتوسط إلى الخليج. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. شمعة أولى لشهر التعطيل تطفئها الحكومة، وليس في مقدورها الاحتفال بالإنجازات بقدر ما تصيبها العثرات. فالعجز الظاهر يتكرس على مستويات عدة، خلاصته أن لغة الكلام معطلة، حادثة قبر شمون عصية على كل المبادرات التي تتهاوى أمام تصلب إرسلاني ومن ورائه حزب الله والتيار الوطني الحر بضرورة الإحالة إلى المجلس العدلي، يقابله رفض اشتراكي مسنودا إلى صمود رئيس الحكومة سعد الحريري في المتراس الأخير المدافع عن صلاحياته الدستورية في وضع جدول الأعمال. والجو التفاؤلي الذي شاع عاد وانحسر وتمركز في مربعه الأول. المراوحة تهدد الاقتصاد، والموازنة التي أريد من نشرها رفع ثقة المجتمع الدولي بلبنان مثقلة بغياب عنصر الثقة بالحكومة على الالتزام وبالأرقام حمالة الأوجه، ما يؤشر إلى أن وعود الاستثمار بمؤتمر السادر ستبقى متأخرة. أما رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بشأن تفسير المادة 95 فإن موعدها سيكون في الدورة العادية في تشرين الأول المقبل، وسط مخاوف من أن يفتح الباب أمام نقاشات توصل إلى تعديل الطائف وعودة هاجس المثالثة. واستنادا إلى طبع رئيس الحكومة المتفائل فإن الاتصالات غير مقطوعة، لكن في المحصلة فإن باب مجلس الوزراء لا يزال مقفلا. التفاؤل بعقد جلسة قريبة للحكومة كان انذارا خاطئا، ولم تخرق الاتصالات في الساعات الماضية الأفق المسدود، فلا الدردشة التي تمت على الواقف بين الرؤساء عون وبري والحريري على هامش احتفال عيد الجيش في المدرسة الحربية في الفياضية، ولا مغادرة الحريري وبري في سيارة واحدة في طريق العودة إلى عين التينة أنتجتا حلولا، ولا الاجتماع الذي كان عقد أمس الأول في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية وفي حضور النائب طلال إرسلان والوزراء صالح الغريب والياس بوصعب وسليم جريساتي واللواء إبراهيم توصل إلى مخرج. لكن أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أشارت إلى حركة كثيفة شهدتها الساعات الماضية بشأن مبادرة جديدة، لافتة إلى أن حظوظها مرتفعة وقد تفضي إلى خرق كبير في جدار الأزمة. وفي هذا السياق زار وزير المالية علي حسن خليل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأفادت المعلومات أن التداول في إمكان التصويت حول حادثة قبر شمون داخل الحكومة سقط إلى غير رجعة، ورئيس الحكومة سعد الحريري لن يدعو إلى جلسة قبل الاتفاق. قراءة سياسية، ينضم إلينا مستشار رئيس الحكومة الدكتور عمار حوري. صباح الخير. صباح الخير مدام دعاء، لكل المستمعين الكرام.
دكتور حوري، لماذا انحسرت الموجة التفاؤلية؟ هل عادت الكرة إلى ملعب رئيس الحكومة؟ أساسا رئيس الحكومة لم يبخل بأي جهد لمحاولة إيجاد حلول والإيجاد ثغرة في هذا الجدار الذي يعني ظهر منذ حادثة البساتين. رئيس الحكومة يحاول في كل الاتجاهات، ولكن واضح أن هناك مواقف سياسية متصلبة تحاول استهداف الوزير جنبلاط بأكثر من اتجاه، وسيتابع الرئيس حريري جهوده وصولا الى الحل باذن الله. نعم دكتور حولي، هل لما بتحكي عن ان الحمله تطاول الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، هل هي ضمنا ايضا تطاول رئيس الحكومه سعد الحريري؟ انا برايي هي تطاول منطق الدوله ومنطق الاستقرار ومنطق بناء المؤسسات ومنطق تغليب مصلحه الناس على اي مصلحه اخرى. يعني اليوم ما دام دعاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، من المتضرر منها؟ بالدرجة الأولى هو المواطن، هو الذي ينتظر قرارات تهتم بحياته ومستقبله، ينتظر بعد إقرار الموازنة أن تفتح الآفاق في ما سينتج عن تقديمات صدر مؤتمر صدر من فرص عمل، من رفع نسبة النمو، من إيجاد استثمارات جديدة. المواطن هو المتضرر الأول، وبالتالي هذا يعني محاولة تسجيل نقاط في السياسة يدفع ثمنها المواطن قبل أي جهة أخرى. دكتور حوري، وفق أي معادلة اليوم رئيس الحكومة يحضر لعقد جلسة حكومية غير متفجرة؟ هل سقط التصويت إلى غير رجعة كما قيل؟ المعيار الأساس هو جلسة غير متفجرة كما تفضلتي، جلسة مثمرة، جلسة لا يعني لا تتفجر فورا انعقادها ولا تتحول إلى متاريس في داخلها، جلسة فعلا تعبر عن حكومة لبنان وليس عن حكومة الآخرين، حكومات الآخرين داخل لبنان. طب كيف بدأت تترجم عملية حادثة قبر شمود داخل جلسة الحكومة؟ بكل بساطة هناك تحقيق قضائي وتحقيق أمني، وعلى هذين التحقيقين أن يستكملا وصولا إلى يعني إلى قناعات قضائية وأمنية. نعم. سؤال بالنسبة للمادة 95 من الدستور، هل يعتبر رئيس الحكومة كيف ينظر رئيس الحكومة إلى هذا الأمر؟ هل يخشى على تعديل الطائف؟ يعني بداية طبعا من حق رئيس الجمهورية توجيه الرسالة التي وجهها، وفي نفس الوقت من حق المجلس النيابي أن يفسر هذه المادة وأي مادة أخرى في الدستور. يعني في هذا الوقت هناك نقاشات متعلقة بمرحلة ما قبل الطائف، قد لا يكون الوقت مناسبا لفتحها، لأنه أخشى ما نخشاه أن فتح هذه النقاشات ستأخذنا إلى تفرعات إضافية وإلى نقاشات إضافية وإلى مرحلة ما قبل إقرار اتفاق الطائف بأمور تم حسمها، وليس من المفيد إعادة فتح هذه العناوين مرة جديدة. نحن نعتبر كنا أن المادة 95 واضحة ولا لبس فيها، ولكن ليس من يعني ما من أحد يستطيع أن يقول لا نريد أن نفسر هذه المادة. ولكن للعلم فقط أنا أذكر بالمادة 12 من الدستور التي تقول لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة. فإذا كان البعض يعتقد أن يعني ما دون الفئة الأولى الفئات الأخرى يجب أن تخضع للتوزيع الطائفي، ربما من باب أولى أن نلغي مجلس الخدمة المدنية وأن تجري هذه الامتحانات في مراكز رؤساء الطوائف الروحية. لماذا نجريها في مجلس الخدمة المدنية طالما أن المنافسة غير قائمة ما بين أصحاب الاختصاص وأصحاب الجدارة، وأن المنافسة هي ذات طابع مذهبي حتى ليست بطائفي، هي مذهبي لا أكثر. شكرا لمستشار رئيس الحكومة الدكتور عمار حوري. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يواصل تحركه على خط المعالجة كشف أن الأمور لازالت على حالها ولم يحصل أي تطور جديد سوى تسليم طرفي المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع إلى إفاداتهم ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وأضاف أنه في الانتظار بعدما وعد الطرفان بتسليم المطلوبين
من عندهما. وفي هذا السياق تحدثت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي عن تدخلات من وزراء وجهات سياسية في شؤون المحكمة وضغط على قضاة ونقل ملف قبر شمون من قاد إلى قاد آخر، فضلا عن عدم تسليم الحزب الديمقراطي المطلوبين لديه. ولفتت مصادر قضائية إلى أن هناك نية بتوسيع التحقيقات في المحكمة العسكرية، ولن يتم الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في شعبة المعلومات، علما أن القضية باتت أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بعد ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصا بينهم 4 موقوفين من الاشتراكي. في غضون ذلك ترك الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في احتفال عيد الجيش أصداء، خصوصا لجهة تركيزه اللافت على التزام اتفاق الطائف ودعوته إلى الإقلاع عن لغة الماضي. لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي وممارسته عازفا على وتر الحساسيات وطاعنا في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته التي ثبتها اتفاق الطائف. فاتفاق الطائف الذي التزمت به بتطبيقه في خطاب القسم والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني عبر صون حقوق الجميع وأحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف أن يناقضنا روحيته. الرئيس فؤاد السنيورة علق على موقف رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه يستحق التنويه والإشادة ويدفع للوقوف إلى جانبه لكي يتأكد ويعمم ويتم التزامه من جميع الوزراء وغيرهم من المسؤولين، ولكي يقترن القول بالفعل، لأن العبرة في نهاية الأمر بأن يكون الأداء والممارسة مطابقين لما قاله رئيس الجمهورية. ويأتي هذا الموقف لعون غداة توجيه رسالته إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور. وفي المعلومات أن رئيس المجلس نبيه بري ترك أمر الرسالة إلى افتتاح الدورة التشريعية العادية في أول ثلاثاء بعد 15 من تشرين الأول المقبل لأخذ متسع من الوقت لدرس تفاصيل وخلفيات ما جرى في الطائف من نقاشات حول مسألة إلغاء الطائفية السياسية والمقصود من عبارة مقتضيات الوفاق الوطني لبناء تصور لما يمكن أن ينتهي إليه النقاش. ومعلوم أن المادة 95 تحمل في جوهرها شقين أساسيين، واحد يتعلق بالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والثاني يتعلق بالتمثيل الطائفي في الوظائف. وعلى الرغم من أن رسالة عون تناولت الشق الثاني تفصيلا وربطها ببند المادة 80 من الموازنة، إلا أنه لا يمكن الفصل بينهما، ولهذا لن يفوت بري الفرصة لتأكيد التمسك بوجوب إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. النائب الياس حنكش رأى في حديث لمانشيت المساء من صوت لبنان أن الحكومة ليست على مستوى آمال الشعب. كل البلدان بتقطع بمشاكل اقتصادية والناس بتكون مهيئة أنه بدها تقطع بمرحلة يمكن قاسية عليهم، ولكن بكونوا مقتنعين انه هالتضحيه اللي عم بيضحوها في مقابله من بعدها في غد مشرق، مش مثل اليوم عم نطلع من الناس ليش يأست؟ لانه عم تطلع بتقول ما في ولا ضربه اصلاح، عشو عم بيتقشفوا علينا بس، او عشو عم نتدين 11 مليار مثل اللي عم بيعبي مي بالسله، واليوم ما شفنا اجراءات اصلا لا الموازنه كانت على مستوى التحديات اللي عم نقطع فيها، ولا شفنا اجراءات نحن تقشفيه حقيقيه بتدق بالكل. ولكن نحن لهلأ هيدي نقمة علينا، ما عم نعرف ننظم خلافاتنا ولا عم نعرف نحترم اختلافاتنا، ومصرين انه نكمل بسوء التطبيق تبع الطائف. ضمانة المسلمين بلبنان هو وجود والدور المسيحي بلبنان، هيدا اللي بيميز لبنان، وما نروح على الطوباوية والشعارات، خلينا نطبقها، خلينا اليوم نجسدها بممارستنا. ما في يصير مثل ما صار بالمادة 80 تقطع هيك على أساس انشطة بترجعت ما انشطة بترجعت. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن أنه ليس مع الرسالة التي وجهها عون إلى مجلس النواب لأن ليس هذا التوقيت والأولوية المناسبتين له لها. ما بدنا مجلس عدلي لأنه شئنا أم أبينا الصراع بالبلد بعد 14 و8، وزير العدل لمين؟ والمحقق العدلي بده يعين وزير العدل، فإذا بشو بدنا ننتهي؟
تعطيل الحكومة بوقت مثل يلي نحن فيه جريمة، جريمة بكل معنى الكلمة. أنا هون ما بفهم شغلة إنه خيي كيف رجل العهد الأول بيشتغل ضد العهد، ما عم بفهم. مع احترامي طبعا للوزير صالح الغريب إنه هو معطل مجلس الوزراء، حزب الله اللي معطل مجلس الوزراء. انتخاب العماد عون أدى كل المطلوب منه على مستوى التوازن بالدولة، بس ما أدى المطلوب منه على مستوى إدارة الدولة على المستوى السيادي. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنبلاط غرد شاكرا جعجع على صراحته وجرأته، وأنه يقول كما نقول إن الخلاف في البلد سياسي وليس طائفيا. صيانة أنفاق بيروت مليارات وزيادة بعد الفاصل. الصيفية مبسوطين، نصموا السعر 50-50 من 132 وصلوا للستة وستين. لحظة، شو مفكر حالك خليفة بافاروتي؟ عيطولي لشاب الدعايات. مع كيبل فيجن وفر 50% هلأ، ايه 50%، وبدل ال 132 دولار ادفع 66 دولار بس، واستفيد من تركيب فري ريسيفر واشتراك شهري بـ OSN بين وكل شي في محطات. لتعرف أكتر اتصل هلأ على 01-594-533 أو زورنا على cablevision.com.lb. العرض محدود. قد ما تكتر المضاربة أسعارنا بتضل القوة الضاربة. عند لو شاركوتيه كيلو لحم مفرومة بس ب 7250 ليرة. أرنب واحد وتسويتان، الموازنة للنشر، والمادة 80 للبحث بموجب الرسالة الرئاسية. مجلس الوزراء راجع على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهل يعود الفلسطينيون على دبابة لبنانية؟ ماذا يقول النائب العميد أنطوان بانو في عيد الجيش ضمن اليوم السابع السبت 9:30 صباحا من صوت لبنان؟ ما هو تأثير العمالة الأجنبية على الوظائف المحلية؟ ما دور المؤسسات الصناعية والتجارية؟ وما أهمية لبنانة الوظائف في الحد من البطالة المرتفعة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الخبير الاقتصادي في التنمية الإدارية فادي جواد، ومداخلتين لمدير عام وزارة العمل جورج أيدا ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بقداش، الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. استبعد رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل أن تحقق الموازنة المرجوة منها في الاستثمار والنمو، مذكرا في حديث إلى إذاعتنا بأن كل الوعود السابقة لم تنفذ. ما في شك أنه إقرار الموازنة اليوم هو خطوة إيجابية بعد غياب 15 سنة وعدم وجودها، لكن نفس الوقت بدي أذكر بصوت عالي أنه بالنهاية الإقرار منه هالإنجاز وهالأعجوبة الإلهية، لكن أول شيء هذا واجب دستوري على كل دولة بتحترم حالها، وهذا حق لكل شعب وكل مواطن. بدي أذكر أنه بالنهاية هالموازنة اللي موعودين تكون تقاشفية منا موازنة رح تخلق وظائف أو تخلق نمو، لأنه بالنهاية هي موازنة ضرائبية بامتياز، ومنعرف أنه اليوم الشعب والشركات عم تنزف. لسوء الحظ نحن خبرتنا بوضع الموازنات والخطط ما كان كثير إيجابي، لأنه بالنهاية منعرف أنه أكثرية الموازنات والخطط اللي قدمناهم للشعب وللشركات والمجتمع الدول اللي ضلهم حبر على ورق. بالنهاية اللي نحن لازم نكون نقدر مش يكون في بوعود فقط، لكن نحن كلنا سوا نكون عم نلحق تنفيذها، وخاصة ملحقتها اللي هي أهم من موازنة أو وعود. بدي أقول أنه اليوم المجتمع الدولي أكيد هو إيجابي مثل ما نحن إيجابيين، لكن بنفس الوقت هيكون هو أول شخص اللي يكون عم بيراقب مش بس الخطط، لكن هو رح يمول مشاريع واقعية، ما رح يمول وزارات ولا صناديق مثل ما كان بالماضي، لكن رح يمول مشاريع فيهم ملاحقة وتدقيق داخلي وخارجي. وبقلك أنه كل الوعود خاصة بالتوظيف وتخفيض العجز وغيرها ما تنفذوا، لكن هالمرة هي أصعب، لأنه نحن هالمرة عايزين تمويل وعايزين نقدر نمول هالاقتصاد، وإذا ما أمنا فيها برجع بقلك ما رح يكون في صناديق ولا دعم
دعم ولا بلد بالعالم رح يكون عم يدعم اقتصادها اللي عم بيقوس حاله بأجره. شركات التصنيف اليوم اللي هن عم بتراقب ما رح تراقب إذا بدك موازنة ولا نوايا ولا مشاريع بنية تراقب شو رح يكون فيه على المدى القصير المتوسط والبعيد. أكيد نحن اليوم إيجابيين، إقرار الموازنة أكيد أحسن من عدم وجودها، بس ما عاد بدنا موعود، بدنا تنفيذ وبدنا ملاحقة، لأنه البلد والشعب اللبناني ما بيحمل بقى وعود بدون تنفيذ. أغرد وزير الاتصالات محمد شكاير قائلا: يستمر النائب جميل السيد في ممارسة الكذب وتضليل الرأي العام، وهو يتمادى في ادعاء العفة والدفاع عن المال العام زورا وبهتانا، فيما الناس يتذكرون استغلاله لمناصبه في الماضي لتحقيق نزواته وشهواته للسلطة وجني الأموال الطائلة. فعلا إنه منبع للوقاحة. تقدمت جمعية مهرجانات بيبلوس الدولية بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في الحملة المنظمة التي شنها أفراد ومجموعات بشكل تهديد مباشر بارتكاب العنف لمنع حفلات المهرجان وتوجيه التهديد لأعضاء فرقة مشروع ليلى وسائر حفلات الفرق الأجنبية وتهديد الجمهور وصولاً إلى التشهير بأعضاء اللجنة المدعية وتهديدهم. بلدية بيروت من أزمة المحرقة إلى ملف صيانة أنفاق المدينة الذي تسبب بجلسة عاصفة ونقاشات حادة واعتراضات. محور النقاش في الجلسة التي ترأسها رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني تناول مبلغ 12 مليارا و400 مليون ليرة ككلفة صيانة ل 12 نفقا، بعدما كان تم تلزيمها في فترة سابقة من قبل المجلس البلدي بمبلغ 1,800,000,000 ليرة لبنانية. وقرر المجلس البلدي في ضوء الاعتراضات إعادة الملف إلى الإدارة لتصويبه وتحديد الكلفة النهائية ليصار إلى دراستها مجددا من المجلس البلدي. بلدية طرابلس وبعد 3 جلسات لم يكتمل فيها النصاب انتخبت الدكتور رياض يمق رئيسا لها، وقد نال 13 صوتا من أصل 22 حضروا العملية الانتخابية، فيما فاز المهندس خالد الولي بالتزكية بمركز نائب الرئيس. إسرائيل تستهدف سوريا مجددا بعد الفاصل. حتى ما يضل هاجس الرجيم لاحقك، خلي يصير نمط حياتك، مش كرمال حدا، كرمالك، مش اليوم وبس، لكل يوم من حياتك، ومش بس حتى تكون مرتاح بتيابك، الأهم تكون مرتاح مع حالك، نصحان، ضعفان، شو ما كان طالع عبالك، خلي صحتك دايماً ببالك، حتى تتجنب الأمراض يلي بتسببها البدانة، صحتك ما بتحمل، خفف وزن عليها، الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر البدانة. محطات العمر في حوار العمر مع النائبة ديما جمالي. ماذا تذكر عن لقائها الأول مع الرئيس سعد الحريري؟ كان لقائي مع الرئيس الحريري أول مرة للتعارف، وانتهى عرض علي أن أترشح على النيابة. قصة النجاح المهني والمسار النيابي والشخصي. ساعة من العمر، إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون، الجمعة 1:30 من بعد الظهر عبر صوت لبنان. تداعيات حادثة البساتين، تعطيل الحكومة، العلاقة الدرزية، المصالحة في الجبل، الاصطفافات السياسية وعلاقة الاشتراكي بحزب الله، عناوين للنقاش في حوار أونلاين مع مفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس. حوار أونلاين الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15. إعداد وتقديم جورج العليجي. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف يظهر خوف واشنطن منه وعجزها، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي أسفه لذلك وشدد على أهمية إبقاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران. إلى ذلك حذر النائب السياسي لقائد الحرس الثوري يضل جواني من أنه إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة،
وكشف أن طهران أبلغت واشنطن وتل أبيب أن أي عدوان على إيران سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد من بانكوك أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران. اتهمت دمشق إسرائيل بشن اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا بعد أسبوع من استهداف إسرائيلي لتلة الحارة الاستراتيجية في ريف درعا. وأوردت وكالة سانا أن القصف لم يؤدي إلى إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات. في غضون ذلك انطلقت جولة محادثات جديدة في إطار مسار أستانا وسط تباينات واضحة في أجندات الأطراف الحاضرة، وبرزت مواقف متناقضة حول مصير تشكيل اللجنة الدستورية السورية والوضع في إدلب واحتمال ترتيب قمة روسية تركية إيرانية في الشهر المقبل. في المقابل بدا أن ملف النازحين السوريين ومبادرة روسيا لإعادتهم إلى بلادهم حصلا على دفعة قوية في هذه الجولة مع حضور لبنان للمرة الأولى، إذ ركز الوفد اللبناني على أهمية تسريع تسوية هذا الملف وأجرى لقاءات ثنائية مع كل الوفود الحاضرة لمناقشة المبادرة الروسية وسبل دفعها. وفي ختام اليوم الأول من المحادثات أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرانتييف أن موسكو حصلت على موافقة الحكومة السورية على وقف النار في منطقة إدلب وأن الكرة الآن في ملعب المسلحين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول أيلول. أعلنت السعودية رسميا تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية لتسمح للنساء بتسجيل الزواج والطلاق والوصاية على القصر والسفر من دون إذن الوصي. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود في درجات الحرارة ولا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما ترتفع الحرارة بشكل محدود على الساحل. كان في هذه النشرة انذار خاطئ لموجة التفاؤل وباب الحكومة مقفل وانذار الموازنة سلبي بحسب زمكحول. الموازنة اللي موعودين تكون تقاشفية منا موازنة رح تخلق وظائف أو تخلق نمو، لأنه بالنهاية هي موازنة ضريبية بامتياز. المادة 95 إلى الدورة العادية في تشرين الأول المقبل وعون يؤكد على الطائف. اتفاق الطائف يشكل مظلة لنا ولا يمكن لأي ممارسة أو موقف أن يناقضنا روحيته. حنكش لصوت لبنان يعبر عن الخيبة من الحكومة. ما في ولا ضربة إصلاح، عشو عم بيتقشفوا علينا بس أو عشو عم نتدين 11 مليار مثل عم بيعبي مي بالسلة. إيران تتوعد واشنطن بتحريك محور المقاومة من المتوسط إلى الخليج. من صوت لبنان قدمنا لكم نشرة للأخبار.